هسيبكم بقى تقعدوا مع بعض، لو احتجتي مني حاجه انا قاعد فوق. اقعد معانا كمان شويه. معلش خليها مره ثانيه. عن اذنك يا شريف. قوي قوي اتفضل. ليه كده يا شريف؟ عمال يهزر معاك ويضحك معاك وانت بترد عليه من تحت درسك، يعني في ايه؟ امال ارد عليه منين؟ من فوق درسي؟ وبعدين ده تقيل تقيل قوي على قلبي. ليه بس يا شريف؟ مش كانت عينه عليكي زمان يا هانم؟ ده زمان، لكن دلوقتي لا طبعا. وبعدين تعالي هنا، ايه انا فوق لو احتجتي حاجه؟ ده على اساس يعني ان انا كيس جوافه؟ وبعدين ازاي اعرفوا ان انا جاي ومحدش يستقبلني؟ الله اعلم بظروفهم، مش احنا اتفقنا على كل حاجه؟ عاوز منهم ايه تاني؟ لو بيحترموكي وعاملين لك قيمه كانوا احترموا الراجل اللي هيبقى جوزك. ما تكبرش الموضوع، وبعدين بقى خلي العلاقات تبقى كويسه، يمكن انكل اسعد يفتح لك قلبه ويشغلك معاه كمان. بقولك ايه، انا ما بكبرش مواضيع وما بكرهش حد ومانيش واخد مواقف من حد، بس انا عايز الناس تحترمني زي ما انا ما بحترمه، ولا عايزاني يعني اتحمل الاهانه عشان خاطر فلوس؟ معقوله يا شريف؟ انت متخيل ان اقبل ان اي حد يهينك؟ ايوه خلي بالك كويس قوي بدل ما اقلب عليكي وانت عارفه قلبتي سودة.